تستهجن الصحفية ليلى يمين استدعاءها للتحقيق معها وزميلات أخريات على خلفية تحقيق نشر في موقع مصدر عام يحمل أحد الأحزاب اللبنانية مسؤولية إدخال مواد سامة إلى لبنان في حقبة الثمانينات. وتقول ليلى إنها باتت تخشى على مهنة الصحافة من ممارسة السلطات لسياسات ترهيب الأقلام الحرة. أول فكرة من هذا الاستدعاء هو استدعاء غير قانوني. ثانياً وأهم شيء هي فكرة حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، وهي مش بس حرية رأي أو تعبير مبنية على شيء نحن قررنا نحكيه، بل هي مبنية على حقائق ووقائع وعدد كتير كبير من الدوكيومنتس يلي بتفرجي، يلي هي نوع من بروف على هذا الشيء اللي صار. فهي مش نحن بتعدينا على حدا، ونحن ما قررنا نخبر خبرية من عنا. لبنان يسجل حسب حقوقيين تراجعا مقلقا في مساحات حرية الرأي والتعبير على وقع انتهاج السلطات السياسية والأمنية سياسة كم الأفواه، فيما تحذر جمعيات حقوقية من ازدياد ظاهرة استدعاء الصحفيين للتحقيق معهم في المخافر الأمنية، ما يعتبر مخالفا للقانون. نتكلم عن الأرقام، فنحن ما زلنا في الشهر الرابع من السنة، نتكلم عن أكثر من 15 انتهاك، وهي بحق حوالي 29 ضحية من صحفيين مصورين وعاملين في مجال الإعلام والثقافة في لبنان. طبعا هناك أكثر من 10 دعاوى قضائية، نتكلم عن استدعاءات أمنية غير قانونية. أما بالنسبة لسلم الحريات، فليزال لبنان بحسب مراسلون بلا حدود في المرتبة 130 من أصل 180 دولة، ولكن نتوقع أنه سوف يخسر أيضا مرتبات أخرى، وذلك لإنعكاس الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي الذي يؤثر على عمل الصحفيين في لبنان. يرى قانونيون أن قانون المطبوعات ينص على مثول الصحفي فقط أمام محكمة جرائم المطبوعات وليس أمام أي جهة أخرى. معايير القانونية بالدرجة الأولى هي قانون المطبوعات اللي بيحدد من هو الصحفي ومن هي ما هي الوسيلة الصحفية أو الإعلانية، ومن هو المدير المسؤول، ومن هو صاحب المطبوعة، ومن هو كاتب المقال إلى آخره. في عندك الدستور، مبدئيا الدستور اللي بيحدد الحرية العامة، ومن ضمنها حرية إبداء الرأي، ومن ضمنها حرية إبداء الرأي حرية الصحافة. المحل اللي بتوقف له هي ما فيها ما لها حق تتعدى على حقوق الآخرين. إذا كانت الصحافة عند القوة وعند السلطة أن تنتقد رجال السلطة مثلا، ما فيها تتعرض لهم لحياتهم الخاصة. لطالما اشتهر لبنان بأنه واحد من أكثر الدول العربية انفتاحا وتمتعا بحرية الصحافة، لكن الانهيار المالي الحاصل أثر في مناحي الحياة كافة، وجعل السلطات حسب ناشطين تنتهج سياسة قمع التعبير بدلا من إيجاد حلول لأزمات البلاد المتشعبة. سجل مركز سكايز للحريات الإعلامية أكثر من 700 انتهاك طال الصحفيين العام الماضي، في وقت يحذر ناشطون وحقوقيون مما يصفونه بقمع السلطة السياسية لحرية الرأي والتعبير في البلاد. جين عفيش، الحرة، جبل لبنان.